من شخص مش سايعته الدنيا لشخص أصبح مأسور بكرسي متحرك بسبب خطأ طبي حصل بإحدى أهم مستشفيات لبنان. هيدي قصة ألا شقرة ابنة 30 سنة اللي بلشت عام 2016. باختصار قبلت عملية برقبتي، طلع لي تيومر، تنشالت، كللت بالنجاح، واقف بعد سنتين بتفرخ شوي، بيطلب الحكيم تعمل لها راديو، بدل ما يعمل لها 2 جلسات بتعمل لها 28 جلسة، طرق لي النيرف سيستم. من هونيك بلشت ألعب شوي شوي، طلعت تنشلات من رقبتي لكعب بشري. الدكتور شكان علي تسافر، سافر الحكيم طلع حدث طلع حرج ونسي انه عمل فيي هيك. بتركيا بقي ألا بمركز لإعادة التأهيل لحوالي 7 أشهر. الحركة ما رجعت بالكامل، لكن صوته تحسن وصار قادر يحرك رقبته. جائحة كورونا حالت دون استمراره بالعلاج اللازم بتركيا، فعاد إلى بيروت. داخل هالغرفة بيخضع يومياً لثلاث جلسات علاج فيزيائي وبيمارس تمارين رياضية خاصة بحالته. 40 حبة دواء بياخدها يومياً، قيمتها فوق 50 مليون ليرة شهرياً، فضلاً عن فحوصات دورية ومتطلبات أخرى بحاجة لإلها، كلهم عم بتأمنهم العائلة ورفقات ألا، أما الدولة فغائبة تماماً. يعني شو بدي أقول لك؟ وزير الصحة اللبناني، وزير الصحة، الوزراء كلها غض النظر عن ألان. وزير الشؤون الاجتماعية والشؤون الاجتماعية بتساعد، بيحركوا إيدين وإجريهم بهالبلد، بس مثل وضع ألان ما حدا التفت فيه. صار في تطورات حديثة ببلاد برا، ببلجيكا، بأمريكا، بفرنسا، في مكانات عم تنحط بالراس، بمدوها بيصير يقدر يحرك إيدين ويحرك إجرين. أنا قدي بدي دمله، لأنه أنا إيدي وأنا إجري. بعد ما أنهى روتينه الصحي داخل الغرفة حيث بيقضي باقي وقته بالمطالعة ومتابعة الباسكتبول والصلاة، حب ألا يرجع على السطيحة تيستفيد من الطقس الحلو، فهو بحسب جيرانه بيكره الشتاء اللي بيزربه داخل 4 حيطان. وعلى السطيحة كانت المفاجأة لما سألناه هو الشاب اللي كان متعدد الهوايات من سباحة للصيد لسكي وغيرها عن أصعب شيء بتجربته وعن أمنيته. أصعب شيء تمت أمي، أمنية ألان تكون حدا عم يسمعني، بركي في شيء علاش تقدر سافر، تو شي حكيم في ساعدني، تحرك إيد وحدة بس مش الإيد تاني إيد وحدة، تقدر صلب إيدي على وجهي. عيد ميلاد ألا بيصادف ب 26 كانون الأول. الأو تي في عم تتواصل مع الجهات المعنية للبحث بإمكانية لمساعدته، وإنتو كل واحد منكم قادر يساعد بأي طريقة، يتواصل معنا على الرقم اللي عم يمرق على الشاشة تنرجع الأمل لهالشاب اللي كان مفعم بالحياة.